هتقابل ترامب لو جه مصر هتقابله ولا ايه؟ احنا ما عندناش عداء او سياسه العداء مع اي حد، احنا سياسه كل الناس اصدقاء، ولكن النوبه اللي فاتت اوباما جه دخل علينا ونزل مصر ودخل علينا بسياسه احنا يعني هسميها طعم. احنا كلناه والدول العربيه كلناه، بس كانت سياسه وضع السم في العالم. مش السلبيه اصلا، هو السم عارض اصلا للناس العرب عموما المسلمين. والله انا شايف ان ترامب ممكن يكون احسن من هيلاري كلينتون من نقطه واحده، ان هو ممكن يتحرك ممكن يعمل حاجه. هيلاري كلينتون كانت بتتكلم انها مش هتتحرك في سوريا، وهتبقى سلبيه وهتسيب روسيا لوحدها تنفرد بالمنطقه. والله كانت هيلاري انا شايف كانت افضل. تمام. انا السنه كانت متعاطفه مع المسلمين، او تصريحاته بالنسبه ل مش ما كانتش كويسه يعني بالنسبه للشعب الاسرائيلي. ليه لا؟ انا اتمنى انه يكون هو افضل من اوباما، وعلاقته بالدول شرق اسيا الدول الاسلاميه تكون كويسه. اي رئيس امريكا هيجي هنا طالما بيحترم بلدنا ويحترم مصالح بلدنا، احنا خلاص لازم نتعامل معاه، مفيش مشكله. تمام. حاليا احنا مش هنعادي حد، وسياستنا هتبقى حرص من كل حد، ونشوف مصلحتنا مع اي دولة ونتعامل معاها بس بكل حرفية. انا ما اعرفش عنه حاجة يعني، ترامب ده ولا هيلاري كلينتون. انا كنت عارف هيلاري كلينتون كانت ماسكة تبع اوباما على ما اظن كده مسيرة، لكن ترامب لسه ما اعرفش شخصيته ايه ولا ما اعرفش. طبعا لازم طبعا نعمله طبعا. حضرتك انت لازم نعمله طبعا بشكل كده، حتى لو هو سيء يعني. حضرتك انت لازم احنا لازم نعمله. ترامب لسه الامريكي بيغطي الحتة دي، ان هو بيبقى ماشي على خطة ماشي بيها، مش بيعمل الكلام ده بدون اي حاجه او قبل انتخاب حاجه، وبعد كده هيبقى هو المفروض بيعمل حاجه معينه ثانيه.